أقام الاتحاد العماني لألعاب القوى حفلا مساء اليوم بفندق الفلج تكريما للاعبين والإداريين والإعلاميين الذين شاركوا في بطولة الشباب الثانية لألعاب القوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت رعاية سعود بن حمد الرواحي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى. وبعد الكلمة التي ألقاها سعود بن حمد الرواحي رئيس الاتحاد العماني لألعاب القوى وزعت الشهادات والجوائز التقديرية للمشاركين في هذه البطولة. نحييكم وهذه حلقة جديدة من برنامج عالم الرياضة. حيث بلغت مسافة السباق 5 كيلومترات بدأ من ميناء ريسوت وانتهى في نفس الطريق، وبلغ عدد المشاركين 200 متسابق من مختلف الهيئات الحكومية والخاصة.